البيضاء فتحت البوابات وبدأ التنافس بين جهاد وأفراس السعودية عمر 3 سنوات فأكثر بجميع درجاتها على مساهمة شركة توكيلات الجزيرة لسيارات تيارا 500 موديل 2009 للخيال السعوديين المتمرنين الانطلاق من ظبي الرفع في المقدمة، وفي المركز الثاني مروع فيما يجتاز الآن شبراق يتقدم للمركز الثاني. التنافس ظبي الرفع يقود هذه المنافسة. في المركز الأول ظبي الرفع بقيادة المتمرن عبد العزيز الموسى، وفي المركز الثاني في هذه الأثناء تحديدا شبراق بقيادة سامي المطلق أيضا المتمرن بطول تقريبا يبتعد ظبي الرفاع عن شبراق صاحب المركز الثاني. الآن يقلص الفارق إلى نصف طول تقريبا، والمركز الثالث لدوسر في هذه الأثناء يتقدم شبراق من الخارج للمركز الأول مساهمة شركة توكيلات الجزيرة للسيارات. شبراق بنصف طول تقريبا يبتعد عن مدفع في هذه الأثناء تحديدا، يبتعدون بست أطوال إلى 5 أطوال عن صاحب المركز الثالث في هذه الأثناء تحديدا. مروع الذي يأتي في هذه الأثناء مع دخول الجياد والأفراس قبل المنعطف الأخير يتقدم ظبي الرفاع بفارق من الأطوال عن أقرب المنافسين، والدخول للخط المستقيم ظبي الرفاع للمقدمة، ويتراجع شبراق للمركز الثاني. إذا ظبي الرفاع والمئتين متر الأخيرة من عمر هذا الشوط وهدية مساهمة شركة توكيلات الجزيرة. ظبي الرفاع يتقدم بقوة في هذا الشوط، ظبي الرفاع إذا، والتقدم يأتي من مدفع من الداخل، إذا مدفع ظبي الرفاع ومدفع منافسة قوية حتى الأمتار الأخيرة، منافسة قوية